السلام عليكم، مرحبا بكم يا شباب. اشتقت لكم وأتيت لكم بفيديو أو بحلقة جديدة. طالت الحال هذا الفيديو، هذه المواقع شرحناه منذ زمان في سنة 2017 والناس شكروني عليه، لكن الآن الشركة اتصلت بي وقالت لي قم بإعادة نشر الفيديو. فطبعا الحال قلت لهم ليس هناك أي إضافة، فما شرحناه في سنة 2017 يبقى كما هو الحال. فقالت لي أنه سيعطيك هنا 10% ك يعني تخفيض لكم فقط لمستخدمين، يعني اليوزرز اونلي كاسل تيبس، مستخدمين قلعة الشروح في الحال. فأعجبني الحال وقلت سأقدمه لكم، يعني لكي يعني تأخذ يعني كي تستفيدوا من ذلك التخفيض. في الكي نطيل، فطرقت شركة البيتكوين في 5 دقائق بسهولة جدا. في الحال ما عليك هو أن تكون لديك بطاقة فيزا أو ماستر كارد لكي تتمكن من يعني من الحصول على البيتكوين بسرعة. الآن البيتكوين فهو في 38 ألف، يعني هذه فرصة لمن يريد أن يشتريه، يعني يخليه في الهولد يعني كي يربح منه. فالحال أنا سأريك طريقة الشراء بسهولة لكي لا يكون الفيديو طويل. طبعا نقوم بالضغط على get started لكي تقوم بالتسجيل. طريقة التسجيل هي سهلة جدا، ولكي أذكركم أن كل مواقع التي تبيع البيتكوين فهناك التي لا تكون يعني فيها مصداقية. فهذا الموقع هو معروف، كوين مام شرحه في 2017، مصداقية جيدة يعني، وعلى حسابي موقع يعني أنا لا يعني أي شيء أشرحه في قناة قلعة الشروح إلا وأنني قمت بمعرفته أكثر. بعدها سأقوم بطرحه لكم وأيضا الاستفادة في 10%. لكي نعطي طريقة يعني الشراء، تقوم بفتح حساب. إذا كنت تريد أن تشتري 100 دولار 200 دولار لا مشكل، لكن إذا كنت تريد أن تشتري 1000 أو 2000 أو 3000 فهنا كوين مام يطلب منك وثائق، أن تقوم بإرسال لهم بطاقة وطنية لكي يتأكدون من أنك أنت فعلا ملك ذلك البطاقة الخاصة بك، لأن فيها الاسم والنسب هنا. أوكي، طريقة الشراء، هنا سأقوم بشراء 147 دولار بشكل مباشر لكي تعرفون طريقة الشراء. في الحال يمكنك الشراء البيتكوين، بيتكوين كاش، إيثريوم، دوغوين، إيثريوم كلاسيك، كثير من العملات يمكنك أن تقوم بشرائها. أوكي، هنا يقول لك الوالت. الوالت هنا يجب أن تقوم بإنشائها طبعا الحال، أما كزابو، كوين بيمنت، ولا بلوك تشين. فأنا لدي في كوين بيمنت شرحته منذ زمان كيف تقوم بفتح محفظة في كوين بيمنت، ويعطيك يعني العنوان الخاص بك. هذا العنوان هي المحفظة الخاصة بك، كالجيب الخاص بك يعني تضع فيه نقودك. أوكي، طريقة يعني فتح حساب شرحت ذلك، ستجد الفيديو أيضا في أسفل الفيديو. أنا لا أريد أن يعني أن يكون هذا الفيديو طويل، لهذا حببت يعني أن نلخص الأمر. اوكي، هنا في البيتكوين نقوم بالضغط هنا على ديبوزيت، نقوم هنا بعمل ديبوزيت ريسيف لكي يعطيني الوالت الخاص بي. اوكي، انا لدي هنا 3 والت قمت بفتحهما، فانت والت واحد يكفي، والت واحد يكفي. دائما تاكد انه يبتدئ ب3 وينتهي بواي لكي لا تخطأ، حرف واحد خطأت فيه الاموال تذهب الى شخص اخر لا يمكنك استرجاعها، تذهب فيها بالريح. اوكي، بعدها نضعون هنا go to payment، بعدها نقوم بالضغط على go to payment لكي نقوم بدفع ذلك المبلغ للحصول على البيتكوين. طريقة سهلة يعني ليس هناك أي تعقيدات. جيد، هنا يمكنك الدفع أما عن طريق فيزا أو ماستر كارد أو عن طريق البنك ترانسفير. بنك ترانسفير فهو يحتاج من 250 دولار إلى الأعلى، نحن اشترينا فقط 147، فنقوم بالدفع عن طريق كريديت كارد أو يعني الفيزا او ماستر كارد. بعد باي ناو ونقوم بادخال ارقام هذه البطاقه. حل هناك من لا تشغل له البطاقه، البطاقه التي تشتغل لديك فيجب ان تقوم بعمل لها تفعيل الدوتاسيون الخاصه بها، ضروري، وان يكون فيها المبلغ، وان تكون يعني عالميه، بطاقه عالميه وليس بطاقه محليه. بطاقه محليه لا يمكنك ان تشتري فيها في هذه المواقع، لأن هذه المواقع تحتاج، فهي عالمية، فهي تحتاج بطاقة انترناسيونال يعني تعمل في جميع البلدان العالم. أوكي، هنا بعد الاسم النسب هنا أرقام البطاقة، بعد هنا تاريخ الانتهاء،
24، بعدين هنا أرقام ما وراء البطاقة 4 5 7، بعدها باي ناو. جيد، الآن تم الدفع كما تشاهدون، تم الدفع وتم سيتم يعني عمل فيريفيكيشن توصل على الجيميل الخاص بك لكي تقوم بالتأكيد. بعدها تتوصل يعني بالبيتكوين الخاص بك على الوالت، يعني على هذه الوالت التي قمت بإضافتها. في حال تحتاج بعض الوقت خاصة في عملية التأكيد وأيضا في عملية نقل الأموال إلى المحفظة الخاص بك، فتأخذ بعض الوقت لكي تتوصل بها. في حال هناك ساعة، ساعة ونصف في الحدود، سوف تتوصل بمبلغ الخاص بك. أوكي، أتمنى أني وفقت في الشرح، ولا تنسوا الضغط على زر لايك إذا عجبك الفيديو. وإذا كان لديك أي سؤال، واجهت أي مشكلة، فيرجى طرح تعليقك في أسفل الفيديو، سأكون سعيد جدا بالإجابة عنه. إلى حلقة أخرى إن شاء الله، دمتم في أمان الله.